تخيل مؤمن واحد من قلعة ألاموت بخنجر وإيمان. القلعة دي كانت في المدينة، كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. في قصة كبيرة قوي جوه. أول من عرض الدور عليا كان دكتور بيتر وقال لي أنا عندي بروجكت اسمه الحشاشين وعندي حاجة أنا شايفك فيها. قريت الورق اتبسطت جدا، مسلسل مختلف قوي، مكتوب حلو قوي، الدراما كلها فيها بلوت تويست، في معارك، في أكشن، في وبالنسبة لي أنا بقى كنورهان يعني في عندها مراحل كتير قوي كمان في شخصيتها، في حاجة يعني أي ممثلة تتمناها. كنت مبسوطة بمشاهد الخيل وبمشاهد الفايتس. التمرين قبليها خلاني اروح على اللوكيشن مبسوطه، يعني خلاني اروح على اللوكيشن جاهزه على التصوير على طول. سمعت صوتاً هاتفة. القلعه دي كانت في المدينه، يعني دي قلعه مبنيه على مساحه مش عارفه كام فدان، بس هي قلعه، يعني هي مدينه، يعني انت لما بتدخل جوه بتلاقي بيت كذا وبيت كذا وكده، يعني في قصة كبيرة قوي جوه. علي هنا مش هقدر انا اروح درس النعومة ده، ما ينفعش، دي هتقتلك. اول امبارح نزلت اشرب قهوة والولد قال لي فتاة حلم الجنة انت هربتي امتى؟ بيقولوا لي فتاة حلم الجنة، بيقولوا لي اهربي بقى وخلصينا، بيقولوا لي ايه اللي خلاك تسيبي بيت اهلك، والحمد لله كلها يعني ببقى مبسوطة انه الناس متحدة مع نورهان كده. انا كان عندي مشاهد صعبة كتيرة في المسلسل، مشاهدي مع استاذة سوزان نجم الدين كانت صعبة عشان هي بتخوف كده، اللي هو بتكلم كده وصوت ووقفة ونظرة واحساس كده، مشاهدي مع استاذة سوزان كانت صعبة. مشاهدي وانا بسيب بيت اهلي كان صعب قوي برضو، بس أصعبهم مشهد ياسين متعرفش. الحساب عن الحزن اللي في العيون هيكون عسير جدا، عشان انتوا حلم مش حقيقة، مش هيبقى فيه توبيخ أو عتاب أو عقاب. للبنت اللي هتخلي المختار يصحى من حلم الجنة وهو متضايق إلا الأكل. أنا كان أحلى حاجة إن أنا كانت كواليسي نسائية جدا، يعني انا اشتغلت مع نور ايهاب، مع استاذه سوزان، مع ميرنا نور الدين، مع بيلا الصغيره اللي عامله خديجه، فانا كنت مبسوطه جدا الحمد لله. حتى البارت بتاع الجزء بتاع حلم الجنه والحريات كلنا كنا بنات مع بعض، وكانت لذيذه قوي، كانت فكره لذيذه يعني. نورهان مش شبهي اكتر ما هي شبهي، يعني نورهان اندفاعيه قوي، انا مش من اندفاعيه، انا اكتر بحسبها يعني. نورهان لا نورهان بترمي نفسها في التهلكه بشكل مش طبيعي يعني، بس انا ما بعملش كده خالص. دي زوجك خطفني وعايز يقتل حبيبي، دي ايه حكايتك؟ عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول لكم شكرا على السبورت ده، وعايزه اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا كل عيد وهم طيبين وبخير وحواليهم كل حبايبهم كده.